وفي ألمانيا أيضا منع محققون من بادن فورتمبرغ هجوما بالقنابل في سويسرا، حيث اعتقلت القوات الخاصة رجلين مؤقتا عندما أرادوا شراء متفجرات في شتوتغارت، كما أعلن المدعي العام ومكتب الشرطة الجنائية في ولاية بادن فورتمبرغ اليوم الخميس. وأضافوا أن هناك اشتباه عاجل في وجود سويسريين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و26 عاما، وتشير الأدلة حتى الآن إلى أن الرجال أرادوا استخدام المتفجرات على الأرجح في جريمة مخطط لها في مدينة سويسرية كبيرة. ويذكر أنه حتى الآن لا يوجد دليل على خلفية ذات دوافع سياسية للجريمة المخطط لها، ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الخطة في البداية. ويخضع الرجلان للتحقيق منذ بداية الشهر، حيث تواصل السلطات طريقها من خلال معلومات سرية ومن خلال التحقيقات فيما يسمى الشبكة المظلمة، وهو جزء مخفي ومجهول من الإنترنت. ووفقا للتصريحات، فقد صادفوا مستخدما أراد شراء متفجرات، من بين أمور أخرى، وصدرت مذكرات توقيف بحق الرجال الثلاثاء الماضي.